السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمرين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية تغوية لوح الكتف وكيفية التخلص من العقد العضلية اللي تحصل في الظهر، وخصوصا لوح الكتف، ما بين لوح الكتف والعمود الفقري اللي هو الأبهر، بما يسمى بالأبهر، كيفية التخلص منه. طبعا هذه المنطقة كثير من الناس يعانون منها بسبب الشد والعقد العضلية اللي تحصل لهم، فبالتالي العقد العضلية تمنع ضخ الدم بشكل صحيح، مما تسبب آلام كثيرة، والآلام هذه تتوزع على الجسم سواء بالرقبة سواء بالصدر توصل إلى الأكتاف. يعني هذه المنطقة تسبب مشاكل كثيرة حق الأشخاص، فكيفية معالجة هذه المنطقة؟ طبعا منطقة الأبهر راح أبين لكم إياها وأشر عليها، اللي هي موجودة في الظهر، اللي هي خلف الظهر نفس ما قلت لكم، خصوصا أن لوح الكتف، هذا لوح الكتف يكون اللي هو في الظهر، وهذه المنطقة اللي هي من اللي تسبب حق الشخص الإصابة في الأبهر، هذه المنطقة ولوح الكتف. هذه المنطقة حاول أول شيء أنك تعمل لها استرتشات، تعمل لها استطالات بشكل كبير. الاستطالات راح تساعدك بشكل كبير على تفكيك العقد العضلية اللي تحصل في هذه المنطقة، وأيضا عندك أمور أخرى كثيرة راح تساعدك. لازم تقوي هذه المنطقة باستهدافها من خلال التمارين، تلعب مثلا سحب اللي هو القبضة تكون ضيج، أو تكون القبضة تكون ضيجة بشكل كبير على أساس تساعدك على استهداف هذه المنطقة، وأيضا سحبها يكون إلى الآخر على أساس تستهدف هذه المنطقة، وأيضا التخلص من العقد العضلية، والأهم اللي هو من خلال المساج، الديب مساج او الديب تيشو مساج. هذا المساج او السبورت مساج راح يساعدك بشكل كبير على التخلص من العقد العضلية اللي تسبب عدم تدفق الدم بشكل صحيح وتسبب اصابات في هذه المنطقة. فبالتالي ايضا داوم على جلسات المساج، تكون جلسات المساج من مرة بالشهر الى مرتين، على اساس تساعدك ايضا على تطوير جسمك بشكل كامل. وايضا عندك من الأمور الأخرى اللي تساعدك على تفكيك العقد العضلية اللي هي الأبر الجافة للدراي نيدرز. طبعا هذه الأبر أيضا تستهدف مباشرة العقد العضلية وتفككها لك، فتساعدك على تدفق الدم ووصول الدم بالشكل الصحيح. فحاول قدر المستطاع أنك تعمل استرتشات وإطالات في هذه المنطقة على أساس تتخلص منها، وأيضا تداوم على جلسات المساج، وأيضا تقويها في التمارين، راح تلاحظ بشكل كبير أنك تخلصت من الآلام اللي هي سببت لك في آلام الرقبة وآلام الكتف وآلام الصدر بسبب هذه المنطقة. وأيضا ممكن تسبب لك صداع، لأن أيضا ضخ الأكسجين ما يوصل حق الرأس بشكل كبير. يعني هذه المنطقة تسبب مشاكل كثيرة وأمور كثيرة. الأشخاص اللي عندهم آلام في هذه المنطقة لازم يكشف ويعرف إن في عنده عقد عضلية أو لا، يتخلص منهم راح يحس بالفرق من بعد يوم أو يومين في هذه المنطقة أول ما يتخلص من العقد العضلية. وهذا كان موضوعنا في هذه الحلقة، أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين مع الجهاز الموجود بجانبي اللي هو جهاز الكتلبل. طبعا هذا الجهاز راح يساعدني على استهداف أكثر من منطقة في الجسم، يساعدني في تماريني المنزلية، يساعدني أيضا في اللي هو ممارسة تمارين متنوعة. أول شيء طبعا هذا الجهاز الكتلبل، طبعا معاي جهازين، راح ألعب بالتمرين الأول اللي هو جهاز أو طريقة عفوا اللنجز، راح تكون بهذه الطريقة، أنزل أيضا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. طبعا هذا التمرين من التمارين القوية جدا اللي تساعد على استهداف عضلات الأرجل تقريبا بالكامل، ولكن نقطة مهمة للأشخاص اللي يكون وزنهم عالي أو تكون لياقته قليلة، ما راح ياخذ له خطوة واسعة، ياخذ له خطوة أقل، بمعنى شخص خصوصا الشخص اللي وزنه عالي على أساس ما يسبب مشكلة في أربطة الركبة، ياخذ بس خطوة في على هذا الشكل أو هذه الطريقة، ينزل بهذا الشكل، لاحظ هذه الخطوة اللي ياخذها. أما غير الخطوة اللي أنا أخذها، أول شيء لاحظ خطوة واسعة بشكل كبير ونزلت بهذه الطريقة. خطوة الشخص تكون فقط على هذا المستوى، هذا حق الشخص المبتدئ أو الشخص اللي يكون وزنه عالي. عدد التكرارات بالنسبة حق التمرين هذا 10 تكرارات في 3 جولات. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، راح ألعب التمرين بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هذا التمرين راح يستهدف لي عضلة الظهر نوعا ما، تكون عضلة مساندة، وكذلك عضلات الرجل، وأيضا عضلات البيطان، وأيضا عضلات الأكتاف. بمعنى 1 2 3 أخذ أيضا الجهة الأخرى، 1 2 3 عدد التكرارات 10 تكرارات لكل جهة منهم في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين ثبات حق عضلة الذراع، بمعنى 1 أثبت لمدة تقريبا 10 ثواني إلى 20 ثانية بهذه الطريقة، 2 أيضا ثبات، 3 أيضا ثبات بهذه الطريقة، لاحظ 4 بهذا الشكل. طبعا هذا التمرين راح يساعدني بشكل كبير على عمل تمزقات حق الألياف بسبب ثباتي بهذه الطريقة، وأيضا يساعدك على تقوية العصب، وأيضا يساعد على زيادة الكتلة العضلية وقوة العضلة. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، أوسع الرجل بهذه الطريقة، أيضا الثبات 1 2 3 بهذا الشكل، 4 هذا التمرين أثناء النزول راح يساعدني على استهداف العضلات الداخلية للأرجل، وأيضا العضلات نوعا ما الخارجية. 10 تكرارات في 3 جولات. أتمنى أنكم استفدتم من هذه التمارين في هذه الحلقة، نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.